أهلاً بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلاً بكم، نبدأ من مقال للكاتب حاتم الفلاحي نشره موقع مركز راسام للدراسات حول تضارب المصالح الداخلية والإقليمية في مدينة سنجار. فلا شك إطلاقاً بأن الأهمية الاستراتيجية لمدينة سنجار قد ازدادت لدى كثير من الأطراف داخلياً وحتى خارجياً، مما جعل الصراع في هذه المدينة مركب ومتعدد بين قوى متناحرة ومتصارعة فيما بينها على السلطة والنفوذ. فداخلياً مثلاً هناك صراع كردي يتمثل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحاول السيطرة على هذه المدينة وضمها إلى إقليم كردستان، وبين حزب العمال الكردستاني الذي اتخذها قاعدة التركي جديدة له في المنطقة، ويبدو بأنه انقلب على الاتفاقات السابقة بينهما في إدارة المدينة. فحلفاء الأمس أعداء اليوم كما يقال، كما أن هناك صراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين ميليشيات الحشد الولائي التي تعتبر هي من جانبها هذه المدينة ذات أهمية استراتيجية مهمة لمخططات تتعلق بأجندة خارجية تخص الأطماع الإيرانية في العراق ووصولها إلى البحر المتوسط باعتبارها تقع على طريق الحرير الإيراني. لذا فهناك دوافع إقليمية ومصالح استراتيجية تجعل التوازنات الداخلية صعبة ومعقدة. الصراع الإقليمي بدا واضحا بين تركيا وإيران بعد أن تقاطعت المصالح واختلفت وجهات النظر بينهما فيما يخص هذه المدينة، مما جعل التدافع عليها كبيرا. فإيران تمتلك من الأدوات والميليشيات المسلحة ما يمكنها من السيطرة والهيمنة على هذه المدينة، بما فيها توظيف قوات حزب العمال الكردستاني لخدمة مصالحها من خلال دفع الميليشيات المسلحة التابعة الحشد الشعبي الولائي للتحالف والتوافق معها فيما يخص الموافقة على تواجدهم العسكري في المدينة، رغم تقاطعهم مع الحزب في قضية الدولة الكردية. ومع هذا فهي تريد توظيف ورقة حزب العمال الكردستاني للضغط على قيادة الإقليم عند الحاجة، وخاصة في قضايا المساومات السياسية الداخلية، ومنها تشكيل الحكومة الحالية، كما إنها تحاول توظيفها واستخدامها كحليف وورقة للضغط على تركيا لابتزازها بتقديم تنازلات في ملفات أخرى وخاصة في سوريا. يضاف إلى ذلك أن هذه المدينة هي جزء من طريق الحرير الإيراني الذي يمر بمدينة تلعفر وسنجار وصولاً إلى الحدود العراقية السورية ثم إلى لبنان انتهاءً بالبحر المتوسط. وقد تم التنظير لهذا الطريق عقدياً من خلال الترويج إلى ما يسمى بطريق السبايا الذي يمر من هذه المدينة باتجاه سوريا، بينما تنظر تركيا لهذه المدينة بأنها أصبحت جبل قنديل آخر وهي تشكل تهديداً للأمن القومي التركي. إن من يراقب الأداء الحكومي في التعامل مع مدينة سنجار يجد بأن هناك إجراءات حكومية ضعيفة تماماً لم ترتقي بعد إلى مستوى التحديات والضغوطات كذلك والأزمات التي تواجهها المدينة، حيث تميزت السياسات الحكومية بالصمت وغض النظر والتسويف وعدم الاهتمام على جميع المستويات الرسمية والصعد، متجاهلة بذلك الممارسات التي مورست ضد هذه المدينة قبل وبعد عام 2014. وهذا كله يعود لأسباب كثيرة، منها التحالف الشيعي الكردي حول إدارة الدولة والذي يقضي بعدم التصادم بينهما لاستمرار هذا التحالف، بما فيها تقديم التنازلات من قبل حكومة بغداد لحكومة الإقليم لغرض تشكيل الحكومات أو بقاء من هم في سدة الحكم على رأس الهرم والسلطة والكرسي في السلطة التنفيذية في بغداد. وهذا يتطلب غض النظر عن الكثير من الممارسات بما فيها جعل هذه المدينة تحت سيطرة البيشمركة باعتبارها من المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى ملفات متعددة مهمة منها ملف النفط في كردستان.
لقد انقسمت هذه المدينة بعد عام 2014 إلى ولاءات متعددة لضعف سلطة الدولة عليها وتغول الميليشيات المسلحة، مما جعل الكثير منهم يتبع إلى حكومة الإقليم، وهناك من يتبع إلى حزب العمال الكردستاني التركي بما فيها الميليشيات المسلحة الإيزيدية، ومنهم من يتبع إلى ميليشيات الحشد الشعبي، ومنهم من يعمل مع حكومة بغداد التي تعتبر الطرف الأضعف في المعادلة. وبهذا نحن نتحدث عن ولاءات مختلفة ومصالح متقاطعة لهذه الأطراف التابعة التي يتبع البعض منها إلى جهات خارجية، وهي تنفذ أجندة خارجية وطائفية بدوافع ومخططات إقليمية ودولية تهدد الأمن القومي العراقي وكذلك أمن بعض دول الجوار ومنها تركيا. ومع هذا فقد صمتت حكومة بغداد على وجود التنظيمات المسلحة والمصنفة على قوائم الإرهاب الدولي لتسيطر على هذه المدينة ولفترة طويلة جداً. وهنا نسأل، لماذا سمحت الحكومة بانتقال المسلحين من حزب العمال الكردستاني التركي إلى جبل قنديل عام 2013؟ والثانية، لماذا سمحت لهم بالتمدد في المناطق الشمالية والمدن التركية وصولاً إلى مدينة سنجار؟ والأخرى، لماذا سمحت له باستخدام سلاحه في السيطرة على المدينة ودخوله بمواجهات مسلحة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومع القوات الحكومية، بما فيها السماح له بالتواجد في مدينة سنجار والمشاركة في إدارتها؟ ولماذا تغاضت عن تشكيله لميليشيات مسلحة من أهل المدينة تابعة له؟ لقد أصبحت هذه المدينة مرتعاً للميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة بعد عام 2014. ننتقل إلى القدس العربي. يقول الكاتب يحيى الكبيسي في مقاله بصحيفة القدس العربي بعد مرور نحو 222 يوماً تماماً، أي أكثر من 200 يوم تقريباً على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، لا تزال الأمور تراوح في مكانها. الأمر الذي أفقد الانتخابات المبكرة جدواها وأهميتها وتحول الصراع بين القوى الفائزة إلى تغالب وفرض إرادات جعل الممارسة السياسية أقرب إلى العبث. إن الحديث في العراق عن رؤى سياسية، يقول الكاتب، أو مواقف مبنية على مبادئ حزبية راسخة أو برامج سياسية متمايزة بين فرقاء السياسيين يبدو لي حديثا عبثيا بتاتا، يقول الكاتب. ففي النهاية فما شروط للعبة سيخضع لها الجميع سريعا، عاجلا أم آجلا، خاصة إذا ما فشلت الأطراف التي تحاول إدامة الوضع القائم في تمرير مشروعها بإدارة الدولة عن طريق التدليس من دون الحاجة إلى رئيس جمهورية جديد أو حكومة جديدة. منذ البداية قلنا إن الصراع السياسي في العراق لا يتعلق بالأيديولوجيات أو بالبرامج السياسية للأحزاب، بل كان دائماً صراع ولاءات عصبوية عمودية تقليدية قائمة على الإقليمية الجغرافية أو على الأساس الطائفي القومي أو المذهبي أو التقليد الديني أو قائمة على الزبائنية. أما الأحزاب الجديدة وهي كثيرة، فهي لم تتجاوز حتى اللحظة مستوى الدكاكين المملوكة لمموليها. في المقابل فإن الغالبية المطلقة في العراق لا تصوت في الانتخابات على أساس البرامج السياسية ولا تكلف نفسها مشقة الاطلاع على ما يسمى بالبرامج الانتخابية للقوى السياسية. وهذه البرامج التي يفترض أن تكون ضمان الناخب لتحقيق مصالحه وحجة على المرشح في حال فشله في تحقيقها، هي في العراق مجرد إنشاء سياسي يظهر قبيل الانتخابات ويختفي بعدها. وبعيداً عن البروبوغندا التي يستخدمها البعض قنابر دخان للتضليل، لا يمكن الوقوف على أي تمايز حقيقي بين الفريقين المتصارعين. وإذا كان البعض يتوهم بحسن نية أو بتحليل رغبوي أن ثمة تمايزاً بين الطرفين يتعلق بالموقف من إيران وحلفائها وأدواتها مثلاً، فلا يمكن لهذا التمييز أن يصمد حقيقة أمام الوقائع على الأرض، كما أن هذا التمييز إن صح لا يمكن التعويل عليه بمفرده عند الحديث عن إدارة الدولة.
نحن أمام صراع على النفوذ والهيمنة والاستحواذ على أدوات السلطة وريعها، وبالتالي لا يمكن التعامل مع المواقف المعلنة على أنها مواقف نهائية غير قابلة للمراجعة. نتصفح في الغارديان، جاء تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولف إن خبراء البراميل المتفجرة التي استخدمها نظام بشار الأسد لضرب المعارضين يعملون مع قوات الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن فنيين لهم علاقة بالبراميل المتفجرة سيئة السمعة والصيت والتي أحدثت دمارا هائلا على معظم البلد، والمدنيين كذلك تم نشرهم للتحضير لحملة مماثلة في أوكرانيا. حدث مسؤولو استخبارات عن 50 خبيرا كلهم لديهم خبرات في عملية تصنيع ونشر المتفجرات البدائية، يعملون في روسيا منذ عدة أسابيع مع مسؤولي الجيش الروسي. وأوضحت الصحيفة أن وصول هؤلاء الخبراء ربما كان وراء تحذيرات الولايات المتحدة والأوروبيين بأن الجيش الروسي ربما بدأ بالتحضير لاستخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي دخل شهره الرابع ودون أي إشارة عن بطئه أو توقفه. وأشارت إلى أن تحضير البراميل المتفجرة يتم في اسطوانة بالمتفجرات التي تلقيها المروحيات، وتم استخدامها بأثر مدمر في الحرب السورية. كما اتهم النظام السوري بأنه قام وبشكل روتيني بملء العبوات بغاز الكلور وإسقاطها على المدن والبلدات التي تسيطر عليها المعارضة، ما أدى لوقوع مئات القتلى وقلق واسع من استخدام هذا السلاح البدائي. ولم يكن لدى معارضي الأسد صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة البراميل المتفجرة، والتي كانت عاملاً مهماً في استعادة نظام دمشق للمناطق التي سيطرت عليها المعارضة منذ بداية الحرب في عام 2011. لكن الوضع كما تقول الصحيفة مختلف في أوكرانيا، حيث تتسلح القوات الأوكرانية بالصواريخ الجوية التي يمكن أن تسقط المقاتلات الروسية والمروحيات وتوقف تقدم القوات البرية وتسكت مدافعها. أما صحيفة ساندي تيليغراف نشرت تحقيقاً حول آثار الحرب الروسية على أوكرانيا وكيف غير قرار الرئيس فلاديمير بوتين وضع روسيا إلى الأبد. وقال دانيال جونسون إن بوتين هو أكثر زعماء العالم عزلة في العالم، وقبل 3 أشهر تماماً غزا أوكرانيا ليثبت أن روسيا هي قوة عظمى من الدرجة الأولى، ليكشف أنها قوة عالمية من الدرجة الثالثة. كما أن تظاهر بوتين بأنه عبقري سياسي كما وصفه دونالد ترامب بطريقة غير حكيمة تكذبه عزلته الكاملة تقريبا، فالمستبد أصبح سجينا لجنون العظمة كسابقيه من الرؤساء، وعول على أساليب قديمة من سياسة فرق تسود لوحد الغرب ضده ورفض الأوكرانيين لحكمه. وبدا أستاذ سياسة الواقع في مصيدة فقد فيها ثلث قواته الغازية بدون نتائج ليظهرها، وحتى المعلق العسكري الدائم في تلفاز الدولة العقيد ميخائيل خودرنوك أخبر المشاهدين أن الدعاية الرسمية عن تدهور معنويات الجيش الأوكراني ليست صحيحة، وحذر قائلاً إن روسيا ستواجه ملايين الأوكرانيين المسلحين بالأسلحة الحديثة التي قدمها الغرب لهم، وإنهم مستعدون للقتال حتى آخر رجل. وأضاف بشكل عام كل العالم ضدنا، وهو الوضع الذي يجب علينا الخروج منه. فهل كانت هذه هي مواجهة للحقيقة أو محاولة للكريملين من أجل تخفيض سقف التوقعات؟ وعلق غازي كاسباروف بطل العالم السابق للشطرنج والمعارض للنظام أن التحدث بهذه الطريقة لا يكون بدون إذن، وتحولت الدعاية من النبرة الانتصارية لواحدة تقدم روسيا على أنها ضحية للغرب. ففي يوم النصر في 9 أيار مايو في الساحة الحمراء في موسكو لم يعلن بوتين عن انتصارات، فالزعيم المستبد الذي يبدو مريضاً وقف أمام شعبه خاوي اليدين،
وكان مشهداً متناقضاً للحرب الوطنية العظمى، الحرب العالمية الثانية التي جاء ليحيي ذكراها، ومؤلماً للمحاربين القدماء، ويحمل بوتين الغرب على دفعه لهذه الحرب التي استهلكت جيلاً من الروس وأكثر مما سقط في حرب أفغانستان والشيشان وجورجيا مجموعةً. أما الآن، أثرت مزاعم هندوس بوجود حجر مقدس لهم داخل أحد المساجد توتراً في الهند، وفي خبرنا هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات في العنصرية بفعل سياسات الحزب القومي الهندوسي المتطرف ضد المسلمين. ويزعم الهندوس أن مسجد جيانا فابي المبني بجانب معبد هندو كاشي في شواناث كما يسمى الكبير في فرانسي، أقدس مدينة في الهند بالنسبة للهندوس ودائرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يحتوي على عمود حجري يرمز لإله هندوسي، لكن المسلمين برمتهم يرفضون هذه المزاعم ويؤكدون أن الموجودة بقايا نافورة قديمة فقط لا حسب، بحسب تقرير لصحيفة أوبزيرفر البريطانية. وقال نيرانجان ساهو المحلل السياسي في مؤسسة أوبزيرفر للأبحاث، من الواضح أن قضية مسجد جيان فابي تتصدر بأمر من قوات هندوتفا المرتبطة بحزب بهارتيا جاناتا، في إشارة إلى حركة قومية هندوسية متطرفة. وأضاف ساهو، هذه طريقة واحدة للحفاظ على غليان القدر الجماعي والاستفادة من الاستقطاب الذي شهدناه. سنرى المزيد والمزيد من المزاعم المثيرة للجدل من قبل الجماعات الهندوسية بشأن المساجد، وتتطلع الجماعات الهندوسية إلى مسجد آخر، فقد وافقت محكمة هذا الأسبوع على الاستماع إلى دعوى قضائية تطالب بإزالة مسجد في بلدة قديمة، لأنهم يقولون إنه بني في مسقط رأس الإله الهندوسي كريشنا. ويرى زعماء الجماعات السياسية الإسلامية في هذه الخطوات محاولات من قبل الهندوس المتطرفين لتقويض حقهم في العبادة، وقالوا إنهم سيخوضون معارك قانونية ضد الجماعات الهندوسية التي تعطل حرمة المساجد والمقابر. وقال أسد الدين العويسي، وهو مشرع فيدرالي وزعيم حزب سياسي إسلامي إقليمي، على تويتر هذا الأسبوع، لن نسمح لهم بمضايقتنا للمرة الثانية، ومن مسؤوليتنا الحفاظ على مساجدنا سليمة من خلال أداء الصلاة بانتظام هناك. وأثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت مثل هذه الخلافات تنتهك قانون عام 1991 الذي يحظر تغيير مكان العبادة وينص على ضرورة الحفاظ على طابعها الديني، كما هو موجود في 15 من أغسطس من عام 1947 يوم استقلال الهند. وفي خبرنا اليوم، أطلقت 3 سلاحف بحرية من نوع محمي على ساحل صفاقس، أطلقت في شرق تونس نهاية هذا الأسبوع بعد إنقاذها، وتم تجهيز إحداها بنظام لمتابعة مسارها وفق ما أفاد به الأحد منسق المشروع. نفذ العملية مركز رعاية السلاحف البحرية في صفاقس بحضور نحو 50 شخصاً، أكثرهم من الأطفال. ومنذ إنشائه في حزيران يونيو الماضي، عالج المركز حوالي 35 سلحفاة في إطار المشروع الإقليمي المتوسط لحماية السلاحف البحرية. أوضح منسق المشروع عماد الجريبي لوكالة فرانس بريس أن هذه السلاحف من نوع كاريتا، وهي سلاحف كبيرة الرأس من الأنواع الشائعة في البحر الأبيض المتوسط والمياه التونسية، وخصوصا في خليج قابس. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.